أهلا ومرحبا بكم متتبعي قناة شوف تي في في هذا المباشر من مدينة خريبكة. كما كتلاحظوا خوتي خواتاتي، هذه هي السيدة اللي درنا البارح معها المباشر، السيدة عيشة اللي درنا معها البارح مباشر، اللي كانت هي وبنتها اللي عندها خلل عقلي والوليد ديالها صغير اللي كان جرى عليهم مول الدار. صورنا معها، درنا البارح مباشر بالليل، وقفنا على الواقع. يعني كانت يومين وهي في الزنقة، النهار الأول باتت في السطح ديال العمارة، والبارح لقيناها في شارع فلسطين حدا مقهى المثلث الذهبي، من بعد ما جرى عليها مول الدار اللي كاريا عنده بسبب دار القفل من برا، بسبب البنية ديالها آية اللي عندها المشكل خلل عقلي، وكتخلي امها حتى تخرج تتشعل العافية، كتهرس الماء، كتغوت. يعني مول الدار ما والجيران ديالها ما استحملوش هذيك الحاله ديال ديك البنت، يعني كان خاص ديك البنت تمشي تعالج. سبق لينا درنا مباشر قبل منه وطلبت المساعده، لكن مول الدار ما صبرش عليها وجرى عليها، نعست يومين في الزنقه، لا نعست نهار الاول فوق السطح ديال العماره، لكن البارح من بعد الفيديو المباشر اللي درنا في قناه شوف تي في جاء التدخل الفوري، يعني الفوري كما سالينا اللايف ديالنا، جاء التدخل الفوري من السلطة الإقليمية والمحلية، وكذلك تدخل جمعية الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك، كذلك وزارة الصحة في شخص المدير الجهوي لجهة بن ملال الخنيفرة. خوتي خواتاتي، اليوم كنبشركم بهذا التدخل الفوري. آية مشات اليوم هاد العشية مع الربعة ديال العشية، مشات لمدينة خنيفرة باش تلقى العلاج ديالها. الأم ديالها احنا دابا رجعنا للدار، لأن كان مول الدار حط لها الشرط هو أنها ما تدخلش ديك البنت للدار. اليوم الحمد لله ملي مشات البنية تعالج، جينا مع الأم ديالها والوليد ديالها دخل لدارها. غادي تسمعوا التفاصيل من عند السيد، هو اللي غادي يعرفنا بنفسه، نخليه هو اللي غادي يعرفنا. السلام عليكم، جعداوي عبد الجليل عن الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك. التليفون ديالك عايشة؟ فيها خصي التليفون ديالك باش يتسمع الصوت. الحمد لله اليوم كان نتلاقاو في بعد البأسات اللي دازت تقريبا شي 24 ساعة على هاد العائلة، وبعد النداء اللي وجهته شوف تي في من اجل التدخل لحل المشكل ديال هاد السيده اللي هي مسؤوله على واحد الطفل عنده 3 سنين وعلى واحد البنت عندها 16 عام اللي مسكينه عندها واحد الخلل العقلي منذ الصغر ديالها. والبارح باش ما يباتوش هاد الناس في الزنقه بعد التدخل ديال السلطه بتنسيق مع السلطه الاقليميه والسلطه المحليه، السيده الشابه اللي في عمر ديالها 16 سنه اللي مصابه عندها مرض نفساني بقات في قسم المستعجلات تحت المواكبه ديال طبيب المستعجلات، لان نظرا لان في خريبكة ما باقي ما كاينش عندنا في قسم الامراض العقليه جناح خاص بالنساء، وما كاينش حتى في بني ملال ما كاينش، لهذا ما كانش حنا كمركز دفء استعصى علينا، حنا ماشي حنا مركز اجتماعي ما يمكنش نستقبلوا الحالات المرضيه لا نفسيا ولا شيء اللي عنده امراض معديه. بعد النقاش البارح مع الناس ديال الصحه ومع السلطه الاقليميه كما وكبت معنا البارح شوف تي في، توصلنا ان السيده اللي عندها مرض عقلي غاديه تبقى في لوبيتال في ليرجونس تحت الاشراف ديال الطبيب المداوم دكتور الخراطي حتى الصباح، واما بالنسبه للطفل والام باتوا عندنا في المركز ديال الدفاع. اليوم في الصباح خديناهم للسبيطار، مشينا عند الطبيبه النفسانيه اللي جبدت الدوسي ولقات عند هذه السيده ملف، وقالت لنا للاسف راه ما كاينش عندنا فين غادي تنعس. بقات كانت مجموعه من التدخلات على اساس باش نديوها لبرشيد، لان برشيد فيه قسم ديال الجناح ديال الامراض النفسيه ديال العيالات. برشيد ما كانش الامكانيه ربما لاننا احنا تابعين الجهه ديال بني ملال، وهذا هو المشكل اللي كاين، مشكل اللي من هذا المنبر كنوجهو بان قسم الامراض العقليه خاص غير بالرجال، اما كذلك بالرجال ودابا فيه اكتظاظ
فيه الناس ديال بويا عمر اللي باقيين تما، اللي كاينين في المدينه، كاينين حالات اخرى. ما يعني خاص هذه المشكله دابا السيد السلطه الاقليميه والمبادره التنميه البشريه، راه كاين اعداد واحد المشروع باش يكون قسم امراض العقليه بجانب المستشفى، نتمنى ان شاء الله يخرج القريب. ولكن خاص يتلقى واحد الحل هاد النساء، لان كاين عندنا مجموعه ديال النساء كنعانيو حتى حنا من هاد المشكله على مستوى المركز الدف. كيجيو نساء اللي هما عندهم حالات نفسيه، كنديهم قسم مستعجلات، كيديروا لهم بعض المهدئات وكنجيبهم. اليوم بعد تنسيق صباح هذا اليوم مع السلطه الاقليميه والسلطه المحليه، خدينا واحد الرساله من عند الطبيبه النفسيه باش تشرح فيها الوضعيه ديالها، وفيها باش هاد السيده خاصها تنعس في مصحه الامراض العقليه واحد المده باش تلقي العلاج. لقينا مكان تدخل ديالنا مع مدير الجهوي للصحه جهه بني من الخنيفره، اللي لقى لينا واحد المكان في ان بلاص في مستشفى الاقليمي في خنيفره. وكذلك كان اتصلنا بعهد الشركاء اللي تدخلوا في هذه العمليه باش وفروا لينا واحد السياره ديال الاسعاف اللي عطاتها لينا وزاره الصحه، اللي انطلقت حوالي دابا راه في الطريق، لان دابا السيده راه غاديه توصل لخنيفره، غاديه تلقى البلاصه ديالها، غاديه تعالج، وحنا غنبقاو متابعينها. يعني نهار غادي تصح غنمشيو نجيبوها، ووعدنا امها باش غادي كل اسبوع ان شاء الله غادي نحاولوا نتعاونوا معها باش تمشي تشوف بنتها. يعني ماشي حنا تما غنخليوها، هذا هو المهم. ودابا حنا رجعنا معها للبيت ديالها، اللي هاد الناس تيعيشوا واحد ظروف شويه قاسيه. وحتى الوليد الصغير اللي عنده 3 سنين كانت شافته السيده الصباح طبيبه ديال الامراض العقليه والنفسيه هنا في خريبكا، وطلبت منا باش خاصو يشوفوا ان بسيكولوج ديال لي زونف بيدو بسيكياتري، اللي غنحاولوا حتى هو باش يمشي لبني ملال. ما كاينش بيدو بسيكياتري في خريبكا، لان حتى هو باش يشوفوا باش يتابع معاه. والان هاد السيده هي رجعت، والفرحه نتمنوا تكمل ليها ملي غتصح بنتها ان شاء الله، لان هاد البنت الحمد لله شابه باقا فيها امل باش تصح وترجع لوالديها، وعندها رغبه باش تصح وعندها رغبه باش الدواء خاص غير العوين. وسنشكر كل من ساهم من قريب او من بعيد في هاد العمليه، وفي لم شمل هاد الأسرة وباش ما تبقاش في الضياع. وكنتمنى إن شاء الله باش يكون شي حل في هاد المشكل ديال الأمراض العقلية في خريبكا في هاد المصلحة. ما نساوش المجهودات اللي تقوم بها السلطة ووزارة الصحة، ولكن خاص التعجيل. وكنشكر جميع الشركاء، وزارة الصحة، السلطة الإقليمية، السلطة المحلية، قناة شوف تي في، جميع جنود الخفاء، وشكرا. نعم خوتي خواتاتي، ما نساوش نشكروا المحسنين. نعم خويا المحسنين، يعني كما سالينا اللايف البارح جاوا بعض المحسنين للبلاصه اللي كنا لقينا فيها السيده، اللي صورنا فيها المباشر وعطوها اللي قسم الله. الله يثبت لكم الاجر، الله يثبت لكم الاجر كل لاي واحد ساهم. يعني جاوا بعض المحسنين وعطوها اللي قسم الله. كذلك ما نساوش نشكروا الاخت رجاء توما، واللي حتى هي البارح بحرا كملنا اللايف جات لعندنا، اللي كتنتمي لجمعيه رجاء الخير، واللي هي الان راها مشات معها، راها في الطريق، مشات معها في لومبيلونس ومشات معها لمدينه خنيفره مع ايه ان شاء الله باش تلقى العلاج ديالها. كنشكر كل من ساهم لا من قريب ولا من بعيد. شكرا خوتي خواتاتي لاستجاب النداء، شكرا لكم. الاخت سعاد عائشه، شنو تقولي لخوتك المحسنين؟ خدي الميكرو وقولي لنا شنو تقولي لخوتك المحسنين. كنشكر خوتي المحسنين على هادشي اللي داروا معايا، ولا على البنت ديالي راه مشات للبيطار باش تعالج في المستشفى ان شاء الله، وما يكون غير خير ان شاء الله. كنتمنى ليها الشفاء ان شاء الله العزيز. كنصبر كل من ساهم معايا ان شاء الله، وكنصبر طاقم البرنامج، وكنصبر نشكر أستاذ سعاد، وكنشكر كل شيء الإخوان اللي معايا إن شاء الله. الله يسير اليوم، لا بغيت إن شاء الله الله يجعل ربي يعاونهم يمكن من اليوم إن شاء الله كيما عاونوا. الحمد لله الحمد لله، حيدنا من زنقانا، ما بغيت إن شاء الله ولادي تسردوا الحمد لله. خوتي خواتاتي، جمعية الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك كتوعدنا بأن
غادي كل اسبوع غادي يديو السيده تزور البنت ديالها حتى يتم العلاج ديالها ان شاء الله، وغادي يواكبوا مع ايا ان شاء الله تمايا في مدينه خنيفره. كذلك راه غادي يحاولوا يقلبوا ليها على شي بيت للكراء اللي يكون حسن من هذا. وشكرا للكل، شكرا لاي واحد ساهم. تقولنا شي كلمه اخي؟ بطبيعة الحال الشكر كذلك موصول للقناة شوف تي في. بطبيعة الحال كذلك فالائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك التزم بوجود حل هذه السيدة، وإن شاء الله غادي نواكبوها، نواكبوا البنية ديالها بالتواصل ديالنا والاتصال ديالنا مع الطبيب قسم الأمراض النفسية بالمستشفى الإقليمي لخنيفرة. الوليد كذلك غنسقوا إن شاء الله مع السيد المدير الجهوي للصحة بجهة بني من الخنيفرة، القصد سميتو إيصال الطبيب المكلف بالطب النفسي للصغار. وان شاء الله هذا هو الدور ديال الائتلاف، هو انه يوجد حلول لمجموعه من الحالات الاجتماعيه والحالات الانسانيه بالمدينه. وشكرا جزيلا. شكرا. اذا الى هنا متتبعي قناه شوف تي في كنجيو لنهايه هذا البث المباشر من مدينه خريبكه. الى اللقاء.